السلام عليكم جماعه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد البلبول بالخضره اللي غادي نديرو بطريقه مختلفه. غادي نزيد عليه الورقيه، الورقيه اللي كما كتعرفوا صحيه وغنيه بالحديد. صراحه انا وقتاش كناكلها شحال هذه، ولكن الزوج ديالي بحكم كتعجبو بزاف في الحريره هكا في البلبول هكا بالخضره، ضروري كناكلها. وبحثت عليها وقريت الفوائد ديالها، انها غنيه بالحديد، انها كتسهل عمليه الهضم، هي عندها فوائد صحيه كثيره. كنت وليت كندخلها هكا في الاكل ديالنا، مره كنديرها بحال البقوله، مره كنديرها هكا في الكسكس، ومره في الحريره. المهم نخليكم معايا. اول حاجه درت لي كيما تخلى مع البصله، دابا غنمشيو باش نوريكم الخضره وداكشي اللي غادي نوصلو. هنا كيما كتشوفوا، هنا عندي الورقيه، كيما كتشوفوا انا خديت كميه كثيره صراحه كتجي هائله. خديت هنايا لفت خيزو، وهنايا واحد الكورجيطه، وعندي هاد القرعه ديجا كنت درت فيها الجمعه اللي فاتت وغندير فيها اليوم. واحد المطيشه كبيره اللي غنحكها ليها. دابا غنمشي نجيب شويه ديال الفول في الكولجيلاتور وشويه ديال الحمص. خليكم معايا. دابا هنايا عندي الفول والحمص، غنمشي نشللهم من هاد الثلج حيت ديجا كنكون كونجلياهم، وغنرميهم وغنصايب خيزو اللي كنرميو ديما في الاول. راكم عارفين الطريقه وديجا محضراه معاكم، غير هاد المره بطريقه مختلفه اللي غادي ندير فيه هذيك الورقيه اللي صراحه كنصحكم تجربوها. واخا انا عارفه الوليدات الصغار ما كيبغيوش الورقيه، في خاصه في الكسكس ولا في البلبول، مي بالنسبه للكبار صحي بزاف، وبالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون هذيك الورقيه صراحه مفيده جدا، كتنزل لا طونسيون، عندها فوائد كثيره. تقدروا تبحثوا في جوجل ولا تسمعوا الدكتور الفايده على الفوائد ديالها وغادي تردوا عليا. دابا غادي نصايب خيزو. صراحة كنصحكم تنجرو خيزو بهاد الطريقة، حسن من إلا نجرتوه بهداك الموس لاخر، كيطير لينا القشرة بزاف، كيفي ما كنحتافضوش على الفيتامينات اللي كيكونو في الجزر كما كتعرفو غني بالفيتامينات. هادي تا هي سهلة، كتشدو الخيزوية هكا على طولها، صافي كتنجروها بحال هكا. دابا بعد ما نجرتو انا كنخليه صراحه كبير كما كتعرفوا البلبول، سورتو انا دايره باللحم العجل، كياخذ لي شويه طياب، كي كنخليه صايم باش كيبقى ليا باش نذوقو. القلب ديالو صراحه طري ما حيدتوش، ومنين كيكون عود وما مزيانش راه كتحيدوه. دابا غنمشي نضيفو على الطنجره ديالي. دابا غنصايب هاد الفتات وغادي نمشي نرميهم، وغنمشي نقطع هذيك الورقيه ونرميها باش غادي تطبخ ليا مزيان وتطلق ليا الفيتامينات ديالها في هذيك المريقه. والكورجيت والقرعه كما كتعرفوا ديما التالي. دابا انا درت البلبول ديالي تيفور يعني بنفس الطريقه اللي كان اللي كتوجدوا بها الكسكسو ديالكم ولا الذره ديالكم. نمشي نشللهم ونرميهم.
دابا هنايا كنهز هاد الورقيه ديالي، كنحيدها غير هاد الريوصه الاولين، وغادي نقطعها طويوله هكايا ورقيقه، هي اصلا غادي تزيد تذوب ليا. صراحه انا جبتها البارح في الليل ودرتها اليوم في الغدا باش ما حدها باقا طريه، باقين لي فيتامين ديالها فيها، ما خضره ما كيعجبنيش نجيب الخضره ونخليها مده طويله عاد نستعملها. كما شفتوا بهذه الطريقه تقدروا تقسموها ثاني هكا لكم الاختيار. وهكا حتى غنكمل لا كونتيتي اللي عندي. هنا كما شفتوا حصلت على هاد لا كونتيتي، دابا غادي نحل الكسكوسه ديالي ونضيفها عليها. كما شفتوا هنايا الخضيره ديالي راه كطبخ، دابا غنزيد عليها هاد الورقيه، هي اصلا غادي تزيد تنزل. كنصحكم تجربوها، هادي راه اكله بلديه وتقليديه، كيديروها الناس شحال هادي، حنا جدة وداكشي وكيحماقو على بحال هادشي. وصراحة فيه فوائد عظيمة، ما كاينش بحال الماكلة ديال شحال هادي. دابا ولينا غالمعلبات غالحوايج اللي ما فيهمش الفائدة. ايوا العودة الى الاصل شي حاجة مزيانة. بون دابا غنخليها هكا، غنمشي نحك هاديك مطيشة ونزيد نعميها فوق منها، غنخليها حتى غتنزل ليا نرجع الكسكسو ديالي يفور. هنايا حكيت هذيك المطيشه اللي عندي وغادي نزيدها فوق منها. وهنايا غنمشي نعاود البول ديالي باش ندير ليه التفويره الثانيه. دابا صايبت هاديك البريعة ورميتها والكورجيطة حتى التفويرة التانية دغيا كطيب. وهنايا كيما كتشوفو بقات ليا تفويرة وحدة. دابا البنات دزت كنخمل هاد البلاصة باش كناكلو، كنقر هادو حيت صراحة كيعمرو بالماكلة وبالفتات، وغندوز لاسبيغاتور بعد غادي نحط الغدا ان شاء الله. دابا انا كنخمل شويه الكوزينه، جريت هذا، هذه بلاصتو كنشطب تحت منه هذا الابيض غنرجعه لهنايا. المهم وهذاك المجر اللي كندير فيه ستوكاج حتى هو غنرجعه لهنايا. المهم غنساليه ونصور لك. دابا غادي نخوي هاد التيغواغ ديال العطريه وغنمسحها بالقراعي ونقرو، حيت صراحة كيعمر مع هاكا مود دايلة داس ما نقيتوش، شتي كيرجع حالتو. دابا خصني نحيدو ونقرو عاد نمسح هاد القراعي، عاد غادي نرجع هادشي. هنا بعد ما خويتو ونقرتو دابا غنبقى نرجع هاد البهارات اللي عندي. هادشي كله موجود هنايا.
فين هذا الشيء كيتحتاج ف رجعت كلشي لبلاصتو بعد ما مسحتهم ونقرت هذاك التيغواغ وتنقى ليا دابا غندوز نرتب تاني هذا كندير فيه سطاطاج اللوز القهوة مازال ما طحنتهاش خاصني نطحنها هاد المرة جبت اكسبريسو أو كنجيب هذه ديال ستارباكس صراحة واعرة فهذا غنخويه هون ونقرو شوية وهذا الحمص كنفزقو وكنديرو في الفريغو حيت كيخصني هنايا هاد الشايات اللي كنشربو ليفطون هذا البابونج صراحة زويون هذا الزنجبيل والقرفة هو غزال هذا بلاك تي هذا عاوتاني الشاي الاسود فهو زويون المهم كل مرة شنو باغي سريال هذا الزبيب هذه لابود صفر مبقاتش خصني نجيبها صراحة مكنديرهاش بزاف هادو ديال الكريمة الكيتو هنا لي رقع قلة غنطلعها لقجر لاخر حيت دابا العيد قرب غنحتاجها هادي الكوزة هكا غادي نخويه كله ونعاود نقرو كيما درت الاخر ونرجع هاد الشيء حيت التغواغ ونقرتو كنحطو هادي وغادي نمسح ديالو بعد ما رجعت لي هذا الشيء صراحه تنقى ولا كل شيء باين حتى هذا كندير فيه لي بواط البلاستيك دايره فيه الجلان هذا حتى هو خويته ومسحته وهذا حتى هو هذا كنحط فيه مولينيكسات وداك الشيء كنحك هاد البوطا وغنغسل الفران حتى هو المهم انا كندير هاد البرودوي هو باش كننظف صراحه غزال دابا غنخليها ترقد شي شويه ومن بعد غنمسح
حنا بعد ما صراحه خملت هنايا هاد البلاصه ديال الكلاس والكوزينه حتى هي سالي التخليط ديالها وسيقتها وطلقت فيها هاد لي طابي اللي كندير فيها دائما. بصراحه كلشي تنظم، هاد لي تيغوار كيما شفتو خويتهم، رجعت هذاك تمايا وهذا رجعته لهنايا. صراحه دابا ارتحيت، كنحس براحه حيت خملت هاد الكوزينه حتى هاد السريج ديالها درت ليه شويه الشيكس. المهم مسحت مزيان تحت الشباكي، تحت هادوك لي طاس، تحت هادوك باش كنحط هادوك المغرفات وداك الشيء. ودابا رانا كنسخن البربول باش نسقيه بعد ما حكيت البوطه حتى هي رجعت كتشعل، ودوزت على الفران والثلاجة. بصراحة أهم حاجة أن عندي الكوزينة كتخرجني شال الجردة كما كتشوفو. صراحة حيت كنكون كندير الشغل كنحلها، كنحل غير هذا، كنطلع الجاج باش يدخل ليا هكا شوية الهواء وريحة الطياب كتخرج. دابا غادي نسقي البلبول ديالي، ودابا كما كتشوفوا الغديوة ديالي وجدات، وبطبيعة الحال ضروري من اللبن، مكانش عندي اللبن مع كسكس ودا البلبول مكتحلش ليا الغديوة. كما شفتو صراحة جات ديك الساعة مشهيتكم فيها، انا فاش كنكون باغا ندير البلبول ما كنفطرش الصباح باش ناكل مزيان. ودابا غنتوكلوا على الله، وكنتمنى تجربوها صراحه كتجي هائله. كما قلت لكم القيمه الغذائيه ديال هاد الورقيه ولا الكنب، العرب الاخرين تيقولوا ديال الكنب كتجي غزاله. هما كيما كتشوفوا بالفول بالخضار، مشهيتكم فيها يا سلام. البنات كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون كتعجب ديالكم، ما تنساوش تدعموا القناه ديالي، والى اللقاء نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.